حزب الاستقلال أعطى رسالة للجميع بانطلاق الحملة الانتخابية من فاس، هذا مؤشر، لأن في 2007 انطلقت من عندكم من فاس، جاب الله التيسير. اليوم كذلك يجيب الله التيسير، الحمد لله الحمد لله. ولهذا احنا بغيناكم باش تكونوا رسول ديال هاد الإخوان اللي تتشوفوا هاد المرشحين. كاين اللائحة الوطنية للنساء، كاين الإخوان بثمانية اللي غايبة، هي الأخت فاطمة الفيلة اللي راه في مهمة هي اللي غايبة. إذا حضور المرأة كاين، الشباب كاين، الشويبينيين كاينين، وحنا مطبقين داك الاستمرارية. شي تيسلم المشعل، حنا ما عندناش نقيلان، شي الشباب تيجري بحال اللي داروا في قطر، با غاب صباح الاخر مالك، قالوا جلس تما، لا حنا ماشي هكذا. ما تنقول لهم زرعنا باش غايدير مع حسني مبارك، غادي يخلي حتى واحد، هذا الواقع. ولهذا حنا الحمد لله جديد الاطر. بالنسبه للائحه الشماليه احتفظنا باللائحه فوتوكوبي، هي هذه لائحه. بالنسبه للجنوبيه تشرف اولا الاخ مهدي بالخياط اللي هو شاب شاب صناعي نجح في العمل ديالو، نجح داخل الغرفة تجارة الصناعة، تيقوم بعمل مع الإخوان ديالو، عمل شجاع، والحمد لله ولد العائلة وصديق الجامع وفي الجمعيات كلها جمعيات كل الجمعيات اللي هي تتعتني لا بالمسائل الصحية ولا الاجتماعية ولا الثقافية، ومن الشباب الاستقلالي الواعي اللي عنده مستقبل كباقي الشباب الاستقلالي. انا بغينا نعود للمرحلة الجاية، دابا حتى اللائحة الوطنية بدينا في القانون اللي بدا ما تيعاودش، صافي ولاية صافي، تدوز داك المرحلة تجي عاود انسان اخر، شاب اخر او امرأة اخرى، الولاية واحدة. بالنسبة للقانون ديالنا غادي يتطور، هذا نقاش كان عندنا في البرلمان، واش ولاية وجوج، ولكن تطرح سؤال ديمقراطي، تقولوا مادام الديمقراطية ما يمكنش تقول واحد الإنسان واحد أو جوج، الشعب هو الذي يقرر، لأن هذا ماشي هذا. كاين الأخ مرتضى، أخ مرتضى من الشباب ديال ولاد الطيب، مستشار في الجامعة القروية ديال الطيب، دائما إلى جانب إخوانه يحارب تواجد البام عن طريق ذاك الإنسان اللي حشومة الإنسان يهضر عليه، هي هذا راكم تتعرفوه الله إلى الناس. وكاين الأخت فاطمة الفيلالي اللي تتصرف اللائحة ديال اللائحة الجنوبية، واللي تتقوم بواحد الدور مهم كمستشارة في سياسة القرب والمستشارات. الحمد لله ديالنا هذا بدون افتخار، الواقع تقوموا بواحد العمل إيجابي جدا، لا مستشارة المدينة ولا المقاطعة، رغم هذا الواقع أنه الكثيرات منهن أقسم بالله لا مقصرين معاهم. إذن هذه هي اللائحة، الإخوان تتعرفوهم، السي الحداد، السي حامد، تسحقوا عليهم مالكم. دابا ديروا لنا الواف والماس وراه حنا فرقة واحدة. ومولاي دريس فاش جديد حنا ما